قهوه. رشا وبيو هربوا كل الزبونات. ولك بيو وحده كفيل ما يخلي ولا زبون بالمطعم. لا بيو اذا سمع بيو عم بغني بيقول له يا بيو دخيلك، قول لبيو ما بقى يغني. لا بيو لغنية أمانة عليك يا ليل طول، وأنا أدعي أوعى تصدقوا يا ليل. بس توفقوا زبونات؟ لا توفقوا. وجع راس من بيو ووجع معدة من رشا. طب والحال هلأ شو بدكم تقولوا له ليتركوا هالمحل بقى ويفلوا؟ ندر علي إذا فلوا أكلهم وشربهم مدى الحياة حسابي، بس الله ينور له عقلاتهم يا رب. يا لطيف أنا بحياتي بحياتي مش ضايق أكل بلا طعمة مثل أكل الست رشا. أنا إذا شفت مسعد ونزار لخلي شهيقن وزفيرن يوصل للصين ويعمل إسكال بأفريقيا. شو صبحية هون؟ شو بتحبوا نضيفكن؟ لا 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 ميرسي خلص شبنا خلص يي دخيلك. لا ما بيصير، لازم تاخدوا شي. لا أنا هلأ بعد آخد. شو آخد؟ آخد على خاطري. هلأ شو بدكم بالحكي؟ شو بتحبوا ضيفكن شي طيب؟ لا لا ميرسي ميرسي، يعني أنا بعدني أخدي موعد من الحكيم وبكفي اللي أخدناه مبارح. عجبك شو صار مبارح؟ هيدا بيو بجرس، أصلاً لازم تلفتوا له نظره، ما بيصير بكره بحشلكم زبونات، هيدا باب رزق. مزبوط، أنا رح أقول له، أنا رح أقول له إنك يا بيو رح تخرب لي بيتي، هو بس يوصل أنا بدي أقول له. مزبوط. نصيبك ونصيبك حيسيبك، ما تميل غزلي وما تزعلش حبيبك. بالإذن منكم بس طالب ينسون لصوتي. إذا كيف بدنا نمنع يغني كيف؟ ما في غير حل واحد. شو هو دخيلك؟ نستقصي الأوتار الصوتية هو ونايم. القهوة فاضية. اخترب بيتنا والبيوت اللي حد بيتنا. هاي وين الفرقة؟ عندي بروفا. مين أنت؟ إيه أنا؟ الفرقة الموسيقية هشلت لأنه صوتك عاطل. الناس اللي كانوا يجوا ياكلوا بالمطعم لما عرفوا انك بدك تغني فلوا على بيوتهم، كونترا ما بقى فيه، فتش على محل تاني. مين انا؟ ايه حضرتك اشرف لك تفتش على مطرح تاني. اكسكيوز مي، هيدا رايك مش رايهم. وراي الزبونين لانه مثل ما انك شايف هربوا. مش ضروري يكونوا هربوا مني، يمكن هربوا من الأكل البرازيلي. مزبوط، هني هربوا من الأكل ومنك كمان. أنا بعتذر، هيدي إهانة. هيدي الحقيقة. هيك صارت؟ أنا الحق علي لأني عرضت عليكم أطبخ لكم، من اليوم ورايح أنا مستقيلة. أنا ممنونة، كلك ذوق، يا حبيبة قلبي، يخلينا وجودك، يخلينا إياكي يا رب. على كل حال أنا فيلة لأنه كرامتي ما بقى تسمح لي. بس بقى ملي استاذ بيو، اعمل معروف، بتسألنا كرامتك اذا بتسمح لك تغني بعد؟ مين انا؟ ايه انت، لانه ارضى بالنصيب بيرتاح الزبونات من صوتك المكري. بس تركوني خبركم اخر نكتة. قولا. حمار شاف حصان بالسابق عم يرقد هيك ومسري او الدخنه طالعه من المناخير، وقال له بدي اسالك سؤال، انت حصان ولا ترين؟